ما في غير على هون بالحارة. يلا هاي الدار وهاي الدار كانوا فرد دار. وبالعيد منروح منعيد بعضنا البعض نحني وإخواننا المسلمين. بطلع عبكرة الساعة 10-11 بطلع على السوق أشوف أني أجيب أغراض نرجع بجيبهم هون بنحطهم ونرد نرجع السوق نبرك عن ثدياتنا دمعة من قضى النهار كلياته عند الجيران بالسوق عند بيت كيكين عند طايق عند اندرجة عند سمان. كان بهالقرني هاي كان في تنور طاقه طيق يخمي زون ما رو لا عفرن اللي يشتري رغيفين خبز من الفرن يخبيه في عبو لا يطالع الدار في عبو يخبيه والله ايه هاي كنا عايشين والحمد لله وهلا الله يفرج على عباده.